صباح الخير. شو صار معك ياسمين؟ حيان فاضي شوي؟ صباح الخير يا شباب. صباح النور. يعطيكم العافية. هلا بتعملي نسخ للرابط وانا بتابع. تمام. شو بدي قلكم شباب؟ حدا بيعرف اذا كنان اجا ولا لا؟ اجا قبل شوي، هو بغرفته. تمام. ايوه هذا هو. تفضل. مرحبا إسراء. انت فاضي شوي؟ بدي احكي معك. اي طبعا طبعا، تفضل ارتاحي. كيفك كارلا؟ منيحة كارلا، كتير منيحة، رح ترجع على الشغل عن قريب. منيحة كتير. شكرا. يمكن انت ما اجيتي لتسألي على كارلا، هيك بتوقع. كينان. خلص إسراء، تمام تمام فهمت. خلص، شكلي ما رح أقدر أهرب أكتر من هيك من الحكي بهالموضوع. صدقني كينان، أنا كنت حابة نزبط مع بعض، من كل قلبي تمنيت وعملت كل شي بيطلع بإيدي، بس ما مشي الحال. كله من ورا ما هيك؟ أنتوا هلأ مع بعض؟ شو هالحكي هاد؟ أكيد مو هيك، ما رجعنا لبعض. ليش لك؟ أنا وقت كنت معك رفيقة كنت كتير مبسوطة، بهديك الفترة كنت حبك من جوات قلبي وفكرت إنه أنا وياك ممكن تتطور علاقتنا، بس غلطت. لا هذا ما نو غلطك لحالك، أنا كنت لازم لاحظ إنه ما نك جاهزة لأي علاقة، بس أنا ما قدرت إني أصبر أو استنى. يعني أنا كمان غلطان بالنهاية، والطبيعي أي إنسان يفكر إنه يضل مع البنت اللي بيحبها، ما هيك؟ وما بدنا نكون سيئين مع بعض. لا يعني حتى لو أنت بدك أنا ما فيني أكون سيئ معك. ليكي الشيء الوحيد اللي أنا رح أعمله هلأ أني رح أستنى لبين ما يصير الوقت المناسب، ولهداك الوقت خلينا نكون رفقات. أكيد كينان، ما نحن رفقات. يعني نحن رفقات كتير مناح، ما هيك؟ أكيد هيك. بس بيوم من الأيام بدي تفهمي أنه أنا هو الشخص المناسب، وبتمنى أنه ما تتأخري. بستأذن منك، أنا رح روح عشغل. يعطيك العافية. الله يعافيك. شبك على الصبح، شو شايفني بمنامك موسى؟ على الأقل كنت شربت قهوة. صباح الخير مروان بيك. صباح الخير أستاذ، تفضل. مروان بيك ما تواخذني، والله ما بعرف شو بدي إلك، مسود وشي منك، بس لازم تفضي البيت اليوم. كيف يعني؟ هاي تعليمات عارف بيك، وهذا البيت من ممتلكات الشركة. تفضل شوف، كينان بيك موقع على هذا القرار. فهمت عليك، شكرا لك. يا بيك عن جد ما تواخذني. لا انت عم تعمل واجبك وبس. خير اخي، شوفي. تعال موسى تعال، بدنا نخلي البيت. شو؟ جاني تبليغ مشان اخلي البيت. والله عن جد؟ ايه، امبارح ما كنت عم تقول لسه شو فينهم يعملوا ليك. ألو. أي نعم. كيف؟ لك شو عم تقولي أنت؟ كيف هيك؟ كل حساباتي؟ فهمت، شكرا لأنك خبرتيني، شكرا. شو صار أخي؟ لك شو صار؟ حاضرين كل حساباتي يا موسى. هدول لهون وصلت معهم؟ بلشوا تحقيقات بحقي. خليك انت هون، خليك نشوف.
إذا منعمل هيك يمشي الحال. عم يطلعوا لمروان بيك من بيته. عن جد عم تحكي؟ إيه؟ عن جد عم تحكي؟ حكيت مع رفيق من المحاسبة وقال لي إنه حاضرينه كل حساباته. يعني شي ما بيتصدق بنوب؟ لا شو متأكد من الحكي اللي عم تحكي الحياة؟ معقول هيك صار؟ إيه هاي المعلومة أنا متأكد منها، صدقوني. هيك بيتعاملوا معه من بعد ما أسس الشركة؟ الزلمة له فضل؟ لسه شو بدنا نسمع؟ لا هلأ مروان انتهى، عن جد شي ما بيتصدق.